أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي أمس، تزامنا مع تنظيم كوريا الجنوبية عرضا عسكريا كبيرا عرضت فيه الطائرات الشبح وصواريخها الخاصة. وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان أمس إن صاروخين قصيري المدى أطلق من سونان شمالي بيونغ يونغ، وقدرت أن مداهما بلغ 350 كيلومترا وعلى ارتفاع 30 كيلومترا. وتأتي عملية الإطلاق وهي الرابعة في غضون أسبوع وسط موجة من الاستعراض من دول المنطقة لقواها العسكرية، منها تدريبات مشتركة للتصدي للغواصات أجرتها القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية أمس الأول، كما أنها تأتي بعد زيارة قامت بها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى المنطقة مؤخرا، اجتمعت خلالها مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في سيول. إلى ذلك حضر مسؤولون كبار في القيادة الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادي من هونولولو من أنه في حال إقدام كوريا الشمالية على تجربة نووية يرجح أن تجريها خلال الأسابيع المقبلة، فإن ذلك سوف يغير الوضع في المنطقة وسيواجه برد أمريكي. ويتوافق هذا الرأي مع ترشيحات أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية التي ترى أن هذه التجربة النووية الأولى منذ 2017 قد تجري بين 16 من أكتوبر الجاري وانتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة في 7 من نوفمبر المقبل. وإذ أشار قائد الأسطول الأمريكي في المنطقة الأدميرال سام بابارو إلى أنه لم يتم إثبات أي رابط بين تجارب بيونغ يونغ الباليستية الأخيرة واحتمال قيامها بتجربة نووية، أقر بأن مثل هذا التطور سيكون مصدر قلق شديد، وأضاف بأن ذلك سيكون مقلقا جدا وسيكون هنالك رد.